كان يا مكان في قديم الزمان فتاة جميلة تدعى ليلى، وكانت لها جدة تعيش في الغابة، وطلبت منها أمها أن تبعث بمأكولات إلى جدتها. ذهبت ليلى وفي الطريق رأت ذئبا ماكرا، احتال عليها الذئب وسمعت كلامه فمشت في الطريق الوعر، تعبت فنامت. ذهب الذئب من الطريق القصير فوصل بيت الجدة، عندما استيقظت ليلى تذكرت نصيحة أمها بأن لا تسمع كلام أحد لا تعرفه جيدا. تابعت ليلى طريقها إلى بيت جدتها فوجدت الباب مفتوحاً.